ولا شك أن الجنة طوبى وهي التي بلغت في الطيب منتهى، لكن هذا لا يعني أن لا يكون ثمة طيب قبل ذلك، بل المقصود أن من استقام على طاعة الله عز وجل وقام بما أمر الله تعالى به، فإن الله عز وجل قد أعد له من الحياة ما ينعم به وما يسعد به، ومن ذلك ما يكون في الآخرة من الحياة الطيبة التي أعدها الله تعالى لأوليائه وعباده الصالحين، كما قال الله جل في علاه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة التامة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك في الموازنة بين الحياتين بين الدنيا والآخرة. يقول الحق جل في علاه: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. هذه حياة، لكنها مهما كانت في السعة والابتهاج والسرور والمتع وسائر ما تنعم به الأبدان والأرواح، لا يقارن ذلك بما أعده الله تعالى لأوليائه. ولذلك قال بعد أن ذكر حقيقة الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. فالحيوان هنا على وزن فعلان التي تدل على الامتلاء بالوصف كالرحمن والعطشان والريان، كل هذه الألفاظ تدل على امتلاء الموصوف بهذه الأوصاف والمسمى بهذه الأوصاف بهذه الأسماء على امتلائه بمعاني هذه الأسماء. فالحيوان هو الذي تحقق له الحياة التامة الكاملة من كل وجه.